سلام ربي في اللون بركات غو هواس النونة تدمسا تمازيرتينو أغواسا إسنو ببوشنا غلي مراتا أنت دمسا دوس بوغلونس أغواسا أنت دمسا تمازيرتينو أسمق الكسفان في دمسا تمازيرت غوما قيسا أنت قروتا أنغصا دا ردي تون دفر وبزوما قيسي زوان يوسكسل في البطائق الإلكترونية لكارتات تالكترونيت ماني كاسا تسكرنت لكارتات هاد دماني كاسا تخدمنت إسقيس انتي إلا لامان أنغب تحتى انتي أورتنتي فاغوسهر صندوق المقاصة ستدعم الدولة تقطع تغوصي وين التيرام أدور غلونت أي جناس دو فرنساوي مساقين فعل صندوق المقاصة دمن المواد دي تدعم ما يجان تأثير في تدمس أنت ما زيرت دمس نفط نسبادل ما دقنت لمراتي من عن صندوق هذا غل الملاير الدراهم أي سلة وورينز يسلان كريف السينة المخططات دار الوزارة أسر استعدل تسقد الصندوق هذا أدلك من الفلوس نسا ويدن يحتاج لكارت تالكترونيت نغد البطائق الإلكترونية رسس كارت غصادة توقت انت غوسي وين تنفعك تسهنك غل فلوس ديوريقنا تسورة تغوسي وين يضنين البطائق الإلكترونية ما يقان نفاي عنسنت دماني كاسي خصا انت نتناول افرد ديواج بالروبورتاجات أغوات المعاملات انتزلاف تدى تبدان تغيف الكارتات الإلكترونية سيانو بريد أرودات إقل المغرب نسفل دان خدمس الكارتة ياد سككرام راو نيسو كاسنياد دو ياد إيقاتا سوريف تنزواروت دات نون غالنس L'activité de personnalisation des cartes bancaires. Les cartes bancaires sont en train de se faire. اقتدر اوتا دا تجنسو من الكارتات الالكترونية ندى تدون تسيق تزن تزرفت المغرب دكاني تزن افريقيا مكا تمليتور دا تسمنا فرس الكارتات الالكترونية غاس نتنتي مكا دا سنت تجنت اجبار سكبرا للمغرب يلا دا تنتعماس المعلومات ولكن اللي كارتات ودنس المالة اللي كارتات خلقني دار دا تنتس المالة كبرا وفيدي الله دتي غير المعلومات انت هي لا كارت فيرج كتكون على هذا الشكل هذا الكارت تاع مزوارو تعدات تلي يمشي لكني دانتاوي استاو سقوم استغنى ازدتنا كا ايبا بنتي زرافت الكاردا افاد نضمن امساسا النس الرسمي البياني ديستلاديكس الفيزا دو ماستر كارت اي ماستر كارت تستي تدراوتا تجد غير نتوري مسن إيمينوتن أفت الدو دوبري نسو ترنيورين غير الكارتات الإلكترونية درخ سنات الماكن الجديد مخورن درخ تدخ درخ الماكينة دارني تبارك الله درخ بزاف اللي خدمت نسغاتي هيك أدعون انت بزاف الماكينة تبارك الله دات سلمالا 1200 كارت الكارتة بتسع الماكينة دان زرية دات سلمالا 500 الانتاجيه اليوميه الى كارتات الكترونيين غالشركه نغ انت لكم 200000 50000 لا كارت غواس ما ين ايجا على حسب الطلبات الكليانات نغ غانين البنوك ويدجسن يوم زن البلاستيك غوتن الزبائن ديالنا اللي هما برينسيبالمون لي بنك اوجوردي نو برودويزون غصاد الكما 4 مليون نص الكارتات غوسكواس نو 2010 ارنسكار ولا الكارتات يوكزني افريقيا دميزرين 20 البنكات اللي جيتنا غيتاقان غي افريقيا داك الشمنت غبرات الكارتات الالكترونية شيغان تدراوين وكلويات غرس تمرس النس تدراو تاكت كميتو مليلت دات كا غاس البرمجة لي كارت بونكير شركة خت كايان من اكبر شركات دوليا اللي تشتغل النخ كل حاجة الا دارت العلاقة بالخلاص بالطريقة الالكترونيكية ومن
من بين الوسائل ديال الأداء الإلكتروني البطاقات البنكية. إذا كني بالضبط ما نسكر البطاقات البنكية بالنسبة للأبناك عايز نتكا دي لوجيسيال اللي يسني تسمح باش تسكن البطاقات الزبناء نسن الكليان نسن باش تستخدم سواء خل لي غيشي اوتوماتيك باش تسحب الاموال ولا خدر التجار ولا عبر شركات ولا عبر شبكات الانترنت. دادا دات جانا كراف قرت دراوين دوينة داخد منس الكارتات الإلكترونية سقواعد البيانات دي غواسن إلكترونيين دو كراف مصدع أفاد غينة تستعمل الكارتات سي غواسن نتحدد تدراوت أياد إيجاية سدين نتووري يزدين دونك يمكنني نتختص لي لوجيسيال لان شركات يادني اللي نتني أتصنعن لك البطاقات تنصنعن يعني البلاستيك اللي تفرقن ويال اللي تصنعني الالات زود غير كيشي اوتوماتيك لا ماشين. اذا كني الدور الخدمه ايغا كل ما عنده العلاقه بالالكترونيك ديال الانفورماتيك بالنسبه لاستعمال البطاقه. يوجا سمورت الكارتات الإلكترونية دو بوغلون نيكتزان تزرفت دو بوغلون تكنولوجيا غمون شيغان يبرزن إيمينوتن أضو ظهرن للإستعمال الكارتات الإلكترونية إمكي وراغون تغاس غور البنكات مش البطاقات مع تطور المجتمع تطور الوسائل التكنولوجيا التي تستعمل خمسائل يرنين مثلا بعد الاستعمال لله يوجد غير الا نمد الاستعمال البطاقه نسن باش تسفرون امان الضوء مثلا لا نويض الاستعمال في الانترنت باش تسفروا الطاكس مستين الضريبه البلديه سنتسغل لان بزاف الادارات الخزينه العامه تسمح بعض لي سيرفيس بعض المسائل باش نقدر ندير مباشره في الانترنت باش تسفروا البطاقه. نغول استدراوت نسوم الكارتات الإلكترونية دو سقسي نيمان دي دناغ إيجاية سوير لامان الكارتة يأد دو عرق النسغي في البيراتاج دو سمي قل انتيا فوتين مدن تدراوين دنوفا تمرار تغور تدراوت نسوم درخ سناتي الكارتة تدر خلال يات بيس غير لابيس لابيس تدخل لكي سكيلين المعلومات وتدخل لكي غير قلقي شيء اوتوماتيك درخ الكارتة دادني قيس لابيس لاكيس لابيس لابيس تتقدر في السنة لابيس لو كليون ما سيرسي الصغ تقدر ما سيرسي هي لغة غير سكل كيشي وتتخاطي كيس الحماية بزاف à peu près 3 ans nous avons introduit des cartes à puce خرا دي سكواس نايا دا سانسكار خرا الكارتات تيماينوتين اللي غلا لابيس اللي غلا انت اكرا المعايير تيمادالين يلي يسنت لمان قوتنا إلى كليان دو البنك pour le client et pour la banque. أو تاس المغرب إيجادي دو دو بغلون المعاملة تزرفت سوسروس نشي غاني سنارات إيمينوت الكارتات الإلكترونية لومار سو بغلو خطر غبرز تسبب تا إلكتروني. دابا وصلنا في المغرب مع لا بونكاليزاسيون كتطور ديال الناس ما بقاش غير الاستعمال ديال البطاقه ما زرت نغاي تطور به هذا نغ الاستعمال الى كارت الكترونيت ورسلت غير مسات السفوغ الفلوس غصد ان تحيد لاكارطات مسات تيري الخلاص اس الانترنت اسمها متنين التجاره الالكترونيه كرغ لي كليان نغ بدانا تناولنا نواد الكارطات البطاقه البنك رسلت تطور دغنتات رسلت تطور الفايت تسكار الدوانه وانتورينس الاستعمالات بالنسبه لهذه البطاقه. إغليو طول الكارتات في المغرب 7 مليون الكارتة ديودة تيجنولو نسكساد 4.24% الأداءات ميديو جن معاملات انتزرافت ذات الدون تقوبريد ننغال من الكارتات نسونجيب. لكارتة تاليكترونيت إفخ الشك غيك اللي كل دي تون زراء إتما دي ستما مستقى يتغتغو سيوين بهر انتنوالا غتوسو تدغنلا كريغان انا وانتوري ننرا دنا نحتاج اما سداوا انت قراوت رات نخصيص تكلي تدا صندوق المقاصه ستخلص الدوله يا قزوم يا التونين انت ما نسلايع في تبيد الوقت توسا تعاون سرس مد ندري دروس الحال الدعم دا تك الدوله الصندوق قاد الكم غوص بكاسه دغنلا 45 مليار درهم
ادي الزقوزه الثمن نكران السلعه ارمنص دكار صندوق المقاصة ما يسكر تسرتيت الدولة ستعمل دلسعار أي جنس داو أولا غصد دلستاد حسن بوسلمام مدير مديرية الأسعار والمنافسة غتموست من الشؤون الاقتصادية والعامة. سي حسن مرحبا بك. سي حسن نرانسن ما منك ستأثر القدرة الشرائية داري مزداغ دار المواطنين استساسين للأزمات الاقتصادية للأحداث داي تقعون غدونيت. جامز قالوا شكرا خبر السيد عباق البرنامج هذا ما يريق دينيخ بالله القدرة الشرائية المواطنين شاودة تقاس لأن الدولة إلا غير سيد الصندوق صندوق المقاصة قايد دخان كحرى لدعم الأسعار المجموعة المواد الأساسية أتشن ميدن تمازير النخ المواد قدرة دينيخ إلا ورين إلا سكر إلا المازوط إلا ليسانس كل المواد لتدعم الدولة بالرغم من ارتفاعات الثمن سم السوق من برا. بمعنى غير ارتفاع الثمن سم السوق من برا سيتاثر الخير غماز القدره الشرائيه للمواطنين. لا شاو يتاثر القدره الشرائيه للمواطنين بتمازير النخ ما ينيخ بلا صندوق المقاصة لا يدخل كحلا يتحمل ارتفاعات السوق من برا. ماني مس ندير غير لان باش تعمل الدوله الاسعار سواء يغولين ولا يغوكيزن سلان يعني مش كيما سيدي الا صندوق المقاصه الا صندوق المقاصه ما يريخانينيخ بالله زعما زيرت النخ الا سن نظامين نظامين الاسعار يعني الاسعار الحره اي تحدد السوق ويلي الا الاسعار المقننه سك الدوله الاسعار المقننه الدوله الا تقريبا 15 قيسن الا 4 5 المواد مقننه يدعم سك الدوله الا مثلا اورين سكر ليسانس الا المواد المقننه يضنين مثلا امان الضوء مثلا ترونسبور مواد الخدمات الضنين. اما اننا نحن نسمى الاهداف الفئه المستهدفه في ديوشكا صندوق هذه المقاصه. الفئه المستهدفه المواطنين واللي الحاله السن تضعف شاو اللي غير سن الامكانيات الماديه كحرا يواجه التكلفه للمواد للسوق الداخلي. إيجا صندوق المقاصة يوانو إيجا من الدغلي كري كان أسكوسا أتزاد الفلوس سيرتي كشمن الفلوس في اللوم حكو ووال في صانيت الكمن ودت نحتاج أنا نغدي سكيسكر زند ولي نانا إغتستغط نوض في ورد قيامان روبورتاج فرسم زورون يفوت نسكر إجا نساج بار سك برا فدقن الخصاص نيلان غورا يفو أدغران أياد دي زري غيفو سدين تفراك دا تضياو دي مستغنك تفرك تنسى التنقارو فرسم سكر أوري اللي غارغ الوحدان دي ميتو مليد لانت الوحدة يضنا لانت سبعة الوحدات أفرس الوحدة انتي ميتو مليلت الخمستين أرسبعين جلميا نفرس أنامور ديتو سكارة فرس نس ايك شيغن ومس نيتفارن اي تدروت مكا على حال كلها يفو ديتفغ سك ومس انتكمي تمليل الشركة ديال السكر ارت الزنزك راهي قد تسكر كوزر سموسي دوال فنطن السكر كراهي كان تسكي ويد المغرب دار لك مرا سديسي دوال فنطن غلا وقت غي تيقول في الطلب أدت جات دروتا فارس دوبطون وفارس نسكار كشي جاني دغار نوزنز أدت الدال خلو يا كال نامور سو فارس نشي جان ونون إم كيس ما ضي طاوض أتيك نتغوسي وين نادت توزنزانت خوياس دخوياس كاس نويا فويات لا تمينا البيع غلو زينات نغاس كرون غت استقصيت غت حونا تحديت نت الدولة حتى الشكشة من السكر غبر راه يطفي القوانين نس غدي وانا سنت الدولة داري تطبق ميات في الجميع
حتى تبديت نس الطفي زرفان نس كلشي طف غير الحدود نس القوانين نس جميع المعلمين كيخضعوا له. فيما يخص هامش التوزيع هو كذلك محدد من طرف الدوله، اذا جميع يعني المعطيات ديال السوق محدده. تيزي غير التكلفه نوفرس دو تيغ نوزنز تقاية تغاوسه اورتكي منطقيه اشكو التيغ نوزنز نيال كيلو سكر يقز غير في الكل فنس دياد ايغا تيزي انك دي خجم صندوق المقاصه افادي وزن غير وتيغ صندوق المقاصه ريت تدخل غيات الجهه سواء ويغا ديريكت اريك كاسين دراهم في كل كيلو سكر ادو كان تغلو تغاوسه يا تغ السوق برا يمكن لي يقعان قسم كواسنا دو كرانين أردا حيت تدخل صندوق المقاصة يزيد الفلوس الزغدارس باش الدغياج الثمن صغم كلي 60 نيكا واخا يزيد غبرا باش يكمد تحت الصغ نمد داري دروس الحال ديال الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود. يولي وطون تناليت ندتك تنباطي صندوق المقاصة أفضت حافظ غيف وتيق النفاريس نئيك جدان يكو سقوات نئيم كورا ديت حيا دياد سشيقان نمنتيلن دولة تنباط تفيا 91 مليار درهم زوال 1995 غوص قواس نوال 2011 نفكي 11 مليار درهم وينير توقع أي الكم البترول 110 نغد 112 دولار البرميل ران الكمل أسقواس 35 مليار درهم 35 مليار درهم دي تقل صندوق المقاصة دي فكوة سكواس 35 مليار درهم صوم زازال دو سكواس 95 ناقي صندوق العمل يتم زوارو تنوع الدول ناقي غضا تيجن تنالي تنضنبط 450 مليون درهم نادي سعناد مسوى تيجن نفاريس نيك جدان أولين أجمراو ني سكواس نقيم الجورة هاد السنتين الأخيرتين أخسي سكواس نادا جرانين يزود الدعم يكا صندوق المقاصة ونمورة مغربي يزريس موس الدرهم في الكيلو يغدنوسي القلب السكر اللي سكان غدحونا 12-13 درهم هان الثمن الحقيقي يقات 22-23 درهم بمعنى ان الدولة تعاون امساغ رئيس القلب السكر 10 درهم انت ارقيسيكا 12 درهم الدولة كتساهم معه في كل قلب 10 درهم وهو كيأدي 12 درهم دت سهم تونوك تقوم نفس موتيق النيت أفت حفت غيف واتيق نيانو فريس إغلان نيغان سكر دفت تج غوفو سنين مورني إنا مسن ما كسكر ورقية فريس نايزين غيف صندوق المقاصة ما كي فريس نيضنين نور دي استهلاك أنا مور أمزلاد أول مادة يمكن النظر الكرام غادي يتفاجئوا تغاوسة مزواروت اللي راي خيمة ناين أتتعجبن إيات المادة الغازوال المازوت ريتاوي مير 17 مليار 18 مليار درهم وحدوت زايد تفلاس الغاز البوطان رايوي 13 مليار درهم غاس قسد وتزيد عليه الغاز بيطان غاز بيطان غادي يدي 13 مليار درهم ما كيف فريس الناس تستفاد شي جنينا مورنا غورس نيان دخل انا ماس ورزين غير في صندوق المقاصة ديادي باين سقط ندى تكات من هذا الناس اشكو يفوتنا امير ندير دني تدعمن وردت متان غاسيا وتيجي مزين صم زازال دي فارس نيضنين تدروتا دت جا فارس نيردن اتدعمن الانتاج وقرن مدعم الموكني يزيد الشركة نغاري كمار 700-800 طن غويور غنش كان ريت متالية نسبة 10% وقرن 10% حتى تقريبا 10% حتى 15% دي تأكد مصطفى غف شي جنتي موشا نيز دين ايوة تيجن الكلفة دوة تيجن تسويق الفارق ايم الزي صوم زازال نفارس البترول نسرس اسقسي غفردن اتو دعمن ماتا تناليت ندى ستوفكا ادميم كده تسكر نورمال مواد يطلع لك 3 درهم أريا قلي كيلو قرنس 3 درهم و 30 ولا 3 درهم و 20 ولكن كوني ارت نتحايا غدي بويات نغس درهم و 86 اشكو الدولة راه تعوض الخسارة ين اس درهم و 43 باش يلك من الحساب نكيلو 6 دقيق 3 درهم و 29 سفلا غيلا السوق ارينز كيلو قرنس 60 درهم 6 دعم فلاس تخلص الدولة السوق كيتم البيع ديالو بجوج دراهم
دزنزان تدراوين ين وتيقني يفوتن أنا دي تحدث لكدناش نتحملت أدي دي سعنات وتيقنو فارس دي الكلفة دو سوير الجودة نيردن دي كتيرا تسقى ناس دي تدو أشكو يردني تدعمن التوغان إطنظين نيزلدن تحديد ديال الباعة ديال أرغ تحددنا إمززنزاتنا نشارينا من بعد أرغ تحددنا إمسغنو قرن دارغ تحددنا تحت البلايس غدرنا غلحقات نززنز كريقات تسقى طفي العدد سرسي خصان القناطر نشارينا رد درسي زد دما منك أسرف فلاسي بضو كريقات المطحنة طف النصيب نساغ الشغلات دار الطمز الدعم في مشكل القنطر أتصدى وكل مطحنة كتلقى الدعم ديالها على حسب الحصة اللي عندها ورت نجي من العملية الموازنة نيردنسكي خبا دو منتيل إيقايا غراس قو بداد نوستاو ديقاية العملية أنا دي تبدان غيف تفلست إيقينا بداد نوبطو إمكي إيقين تغو سوين أدعكسن قو عدو لنسند تفل ديال الدعم دونك من بعد ما كان تم القيام ديال العملية ديال البيع كينين هادو كانت الزنستا كورنك أرد سراح سميان كريقات تسو ماريس ومود من بعد ديال المدار الكمار كرادير راك ديت تشكى الدعم سلكونت المطحنه ثلاثة شهور كيتم التحصيل ديال الدعم عبر ديفيرمون اللي كيجيو ديريكتومون لي كون ديال المدار والدغ إيقا اللابوراتوار انتدروت دا الدغ دي تسكر العبر النينوين ندو تعتمد نكلو يفوت نردن أشكو يفوت نمزلين قواتي جنسن دارت نسمور نوفرس إمخي ممك دي تسكريات نشوفو أدان زراء المورونا نور إس أرفتو إيقا مطاتي دو سوير أنت دو سنس دي مساد دخياكا تيموشا نيردن لي طونشيتي ديال لافارين ولا الكاركتيرستيك بلاستيك ديالها دارت العبار نينوين دو سدين نيفاريسن اني خج من جيردن اللابوراتوار انت دراوت دا سنتقان اسم زازال سينوين نيوزنا ماريس انا مور نمود اردني تدعمن غاسني تنتي ايدا تحتفظ نغيفة تيجيولين غريفاريسن يضني ورمسازان غو سوير نونش نيردن دو فارس عدوي اوار تدعمنا سوير نيردن نسي خاثر مكا ونويسين داي التاودة تيج نس ار 0.50 جنيمية دو تيج نور رهيان داي التاودة تيج نس ار 0.51 جنيمية دو 0.65 جنيمية دوار اتدعمن تيج نس داي التاودة ار 1.05 جنيمية خلو تيمو شاياد أدى التاوين سسروس نسقسي غفوين أدى استفاد نسك صندوق الموازنة وغزمز نقد التالي تغسار النس دور تقيمي غرس تزمارت أديز دي غوبريدا يسوكا سنديد دان ويا الحقيقة اللي تستفد بزاف هو اللي عنده بوفوار داشا في الحقيقة واللي تستفاد بهرة إيجاتن واللي صدرنا بهرة السغن أشكور بهرة استهلاكن تسرتيت الدعم غيك اللي جيس يترباح كل شيء أرجيسي يترباحهم زلد وينورنو في أي وتسناغ وحدوت كل شيء راح تنفقر تيروح منها ولكني ما عدناش كيفاش نديو هاد السيبلاج هاد الهدف ديال الدعم الفئة معينة وين الاختلالات غسوير انت ملمات انت ناليت صصدق سنينو مرارا أخافر قروين ندى تترن أعدو لنصندوق دوين نران أديكس مكا ورغينة تسعنتن ينورا عيبين أفاديسين ونون وين نستفادن طبقات المحتاجة والطبقات المتوسطة يخصم دن اللي يحتاج عندي مزلدن للطبقة المتوسطة الرئيستافد غلاد ممنك الرنسير تنباط تبداسيا وغواس انسكرت غوى 2008 لإعادة التركيب للمواد النفطية ترح قيس الدولة مليار درهم غلاد رد ياشك ين الإصلاح غسكوار 2008 نبدأ غواس تيسير ديناف 2008 برنامج تيسير ما كاعدو لنسر سنتشي كانت سكيبين ام زوارون سن المهام صندوق الموازنه غادي تبدا غيف احدد نيفاريسني دعما كيفاريسن اكجدان ادد تبرح تسقايا ادكس نتناليت ايفاريس نقيمان اشكو اورجين اكجدان وتتصلح صندوق المقاصه
انا نقولك شريت تصلحت الصندوق المقصن كارتيني غا اورن سكر ديال غاز البوطان اتنوري الكميان اشكو كان المواد استويهمان ارجيس استفاد كله حتى الطبقات اللي احتجان اما الغازوال الفيول ديليسانس كان الكماليات ورستويهمان بهرة الكماليات الا كان شي اصلاح خصنا نديرهم في ثلاثه المواد. دارت ميدي زري 15 نسكواز غيف عدو النس دي سرو صندوق المقاصة السايغ في النس غيف تطبليت نومس قدال قرطن باط دي نبداد نتسرتيت دي نمان ناك دي تاليا بالرح او عدو النس صندوق دفديق او تس نسا مزوارو امزلاد كاين طرق واحدة اخرى اللي يمكن نوقع فيها اجتهاد لا ديال اللاني غرسني يضنا فهاد النفوغ النتيجه راه يرضو كلشي بلا تستعمل الاثمنه بدون ان اشكو استغلات الاثمنه وريفك الاصلاح لان تيكون في الدين ديال اي واحد بان طلع الاثمنه هو الاصلاح لا طلع الاثمنه ماشي هو الاصلاح. أعدون صندوق المقاصة دي فردخ في النس غيف تسجيوين نيوسين تمسيت أفد غولن إيا فوتني دعما يلي ميسن توازن أنا من دفد حفظن غيف متني إينا بسن دادو فرن إغارسن تدرت إيمزلادن أياد دي السعنات مسوريني أديتياكس مرحبا سرتون تكليت تيرني سي حسن أنا نسمشك يتكلف صندوق هذا المقاصة الخزينة الدولة الكل فان الصندوقات خف الخزينه الدوله استاذ قاس لا سقاس لا ترتفع قدره كينيخ مثلا وسياد 2011 الميزانيات خصاص الدوله قل صندوق المقاصات هي 35 مليار توقعات رتلك مقدار توقعات تقدر تيود على 45 مليار مليار ديال الدرهم 35 مليار والدولات تدخل كحراء تغطي العز من صندوق المقاصه. اما ما الديوان اللي غتزايد الدعم الكريدي تسكاس فويا اللي تزايد الدعم الدعمات لا يتزايد لان اثمنات المواد الاساسيه مثلا فارينا السكر ليسانس المازوت الدوله لا تحدد الاسعار ديال وينسن لا لا لكن المواد اكثريا نسلنا نتيويت سكبر السوق المبرا والسوق المبرا الاثمنه المواد ارتفع يعني شكل يقول مثلا الاثمنه مثلا الاثمنه البوطه مثلا الا نكتمي زيت النخل الاثمنه الدواساد يعني لا يتقارب إج الثمن ديال الغاز بالسوق برا ديال 200 دولار للطن وساق الثمن الغاز بالمارشي برا يوض 900 دولار للطن يعني صندوق المقاصه لا يتحمل الفرق بين 200 و 900 دولار للطن ودا تسيو الخفويات من بعد الخيرات غير يعني التطور الدعم ديال صندوق المقاصه سكواس فويا يزدرس كان تاثيرات في الاقتصاد انت مازال سواء تاثيرات سلبيه او ايجابيه هو الاساس صندوق النظامات المقاصه يجي الدعم ديال القدره الشرائيه للمواطنين شاوري اللي شان التاثير في الاقتصاد فعلا مود لا الغلافات امر واس المقاصه الا لا يتحدد نسبه معينه المبلغ مبالغ اثنين نقدر ان استمريت قد قطاعات اجتماعيه اثنين لكن الاهم بالنسبه للحكومه هي القدرة الشرائية للمواطنين كحرام جدا يقدرون أدياغن المواد الأساسية ويعيشن قد قشت النسبة للرفاهية. أما من المواد عموما تدعم الصندوق هذا؟ المواد دي إلا سكر إلا أورن العادي إلا الليسانس المازوت إلا الفيول أي توجهن للضوء للكهرباء و نبدا اساس غاز 2008 لندعم كذلك فارينا
كحرى المواطن أدي 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 في أو الفرص ديج الثمن مناسب، وكحرى كذلك هذه قيمة الثمن دواغروم بالنسبة ديالو العادية. علاش نختار المواد بالضبط؟ علاش قلنا علاش كذا يصير ذكرا الدراسة تختار المواد؟ الدراسة لتبين بلا المواد بشكل مباشر ولا غير مباشر ليتشكلين المهم الاستهلاك اليومي للمواطنين. مثلا خملومز مثلا المازوت، لما ندعم المازوت سواء ندعم المازوت الطوموبيلات، ندعم كذلك النقل الخضره الفواكه، ندعم ترونسبور الى غير. اذا المواد كلها لتشكل النسبه مهمه للمعيشة المواطنين. اما من كسيت دعم بالضبط يعني الصندوقات، من كسيت دعم المواد من الطريقه يسلك الطريقه؟ لا الطريقه ندعم المواد بلا مثلا خمنومز مثلا السكر، التكلفه الحقيقيه للكيلو السكر 10 ديال 12 ديال الدرهم. الدوله لا دخل كحرى الثمن ديال السكر، هذه قيم بالنسبه ديال 6 دراهم 6 دراهم و50. الفارق بين 6 درهم و50 او 12 درهم الدوله لا تتحمل، لا تيكي الشركه المنتجه المصنعه. مثلا نفس مثلا فارينا لا تقام في المطاحين بإج الثمن، والدوله لا تحددت قيد الثمن ينقسم في التكلفه الحقيقيه ديالو. الفارق الدوله لا توش المطاحين. مني كست تحدد بالضبط الاسعار ديال مني كست تيني اقول 12 درهم كيلو؟ تلاقي التركيبه للاسعار، التركيبة الأسعار لن تعلو المكونات الناس إلا إيش اللجنة لتجتمع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ولان الوزارات كل سن المعنيين في القطاعات لن تحدد لن تعلو التكلفة للسوق البرا، لا التكلفة لتمازير النخ، لن تحدد القيمة الحقيقية المادة المعنية بالدعم. لا والحكومة لا تيني الجناب إلا نرى مثلا السكر عاد يتزنز السوق مزيرة النخ اللي مثلا 6 درهم 6 درهم و50 كنيك الجنان على بلا الثمن الحقيقي 12 درهم. إذا الدولة لاتيك الفرق الشركة المنتجة كحرى المواطن النخ غادي يسكر الثمن المناسب. إلا وسقسي تطرح بزاف يسكر سند الكرانين يسانيت فعلا استفادنا مدنا في الدعم هذا صندوق المقاصة خصوصا مدنا والدريلايات مدنا احتجاني غدران انتزاغار يعني مدنا احتجاني فعلا يستفادنا مثلا الدعم هذا نتو. هو الدعم اللي يستفاد سيكس كل المواطنين المغاربة. كل المواطنين تمازير النخ يستفاد بالفعل. المواطنين المحتاجين ليس نقل لان الدخل السن ضعيف، المواطن الميسور ليس يستفد اكثر، لان المواطن مثلا خمنومز مثلا البوطه، المواطن الميسور مثلا اللي يستعمل اربعه البوطات مقون غيور، المواطن المحتاج لا يستعمل ايش البوطه غيور بالفعل. لكن ميري خاديني خبيلا استفادة عامة من جميع المواطنين، لكن لا تختلف حسب شكون اللي باه ريس غن أب باه ريس استفاد كرتي غير اللي المواطن غياغن اللي تياغن بزاف من السلع اللي يستفاد اكثر من المواطن. الدوله تفكرت الحل للمشكله نفكر الا بزاف من الدراسات انقاق في القطاع الاستهداف النظام المقاصه، ونبدا في كاسكاس 2008 نبدا يجي الاصلاح، نبدا اورنا العادي نبدا اعاده التوزيع ديالو في جميع المناطق التمازير في النخ. مثلا قبل الإيلان المناطق الحضريه التي تستبدل اكثر سك المناطق القرويه، وساد من بعد الاصلاح 80% من الاستفاده من الدقيق الوطني ليتدو تيميزا.
لان كانت الشركات في الحقيقه من بين المشاكل اللي راني الصندوق دارت استفاد انت غدا عماد، العكس راك تصدر انت ما كنت تصدر المواد في الدعم الصندوق هذا مانيك استمر ما تفكم تموكريس لا ميري خانيخ بلا الدعم المواد الاساسيه اللي توجه للمواطنين كما زرت النقد داخل الدعم ممنوع انه يتصدر في مازال في مازال المره مثلا ما وقع عن الشهور هذه رمضان بلا سكر ثمن نسك المرشد بالله يرتفع يبلغ يجي المستويات مرتفعه كثير بعد بعد الشركات داخل المازال ترى غادي يصدر الماديات غير برا ولما نتيني تصدير السكر لن تساوى التصدير ديال الدعم الدولة في الوقت هذا الدولة الحكومة دخلت كحرات تمنع من التصدير ديال السكر الان وساد السكر ممنوع للتصدير ونيران غادي يصدر السكر خصها ديال رجع خصها ديال يرجع الدعم لصندوق المقاصة بلاش كما لا تغير مش كلمة مواد ديال نيك كاتينات انت تدعم صندوق المقاصة يوري ولا تنسولي تدعم زند الزيت زند الحليب غات الوقت ممكن مستقبلا تدعم غير مواد ديال نيك غيمال ورا تنسولي تدعم الصندوق هذا هو صندوق هذا يسن يجن التطور بكري مثلا لا صندوق لا يدعم الزيت لا يدعم الحليب لا يدعم السيما يدعم العديد من القطاعات الاقتصاديه نتا مازيرة النخ لكن نتا مازيرة النخ تخشم ديز يجن المسلسل ديال التحرير وصعب وساد ان نعاود نخشم يجي النظام التقنين النظام ديال الدعم المواد الاساسيه لكن ميري خديني بالموضوعات ان التحرير الا غير العديد من الايجابيات كم لوموز مثلا العديد من القطاعات اللي تحرر مثلا الحليب مثلا الزيت لا الجوده ارتفعت الاستثمار ارتفع غير ذلك الا العديد الايجابيات التحرير وريج المواطن فلا استغلوا الزيت ولا فلا استغلوا الحليب لا كم رانسي والخف الحليب بحليب شاوري اللي العديد من الارتفاعات الزيت بالفعل الارتفاعات خصها خنسن بالله 90% من الحاجيات النخ سك الزيت لان تيوي تسك برا الدوله شاوري اللي غير اي يعني دخل ارتفاعات لكن شاوري يعني بالله الدوله شاوري اجيش الحاد قطاعات الزيت الان دانسيول الاجراءات تتخذ الدوله كحرى الدعم الاستقلاليه لنا مازال النخ خف المرشد برا دانسيول اخر مقطره المغرب الازرق الى غير ذلك زيت الزيتون الى الدوله لا تكشم المسلسل كحرى مازال النخ ضمن الحاجيات الاساسيه انت سق المواد الاساسيه حتى مثلا المواد الطاقيه الى المغرب الطاقي الى برنامج اليوتيس البحري كحرى المغرب هذه اللي غير ان الاستقلاليه وتطوير نطور حتى القطاع اسلمان تمازيرة النخ. اما اسلمان كرا الوسائل المراقبه على اساس تراقب الدوله الفلوس هذا اللي نغ الصندوق من يسدان دماد لك من يعني ظنت لك الهيئه المراقبه. من ريخ ديني اجهزه المراقبه الا بزاف الاجهزه المراقبه سواء خف الاسعار سواء خف المواد المدعمه دات لا تيود غير المستهدف وشاولا تيود 2008 الا يجي المكتب لا يتراقب العمليه ديال المقاصه سق الانتاج المستهلك والعمليه داد لا تقيت المكتب هذا كل واس ولحد الساعه قدر ادينيخ بالله شاوي اللي بعد الخلل الا نشا الخلالات لكن الحكومه شكون تقرير المجلس مثلا على الحسابات 2060 مجموعه من الشركات المستفيده من الدعم وذكرت حتى كرا التقرير حتى كرا من كان الفلوس من كذا يعني لا بالفعل الا الاختلالات لما لا نف الاختلالات لن تاخذ الاجراءات القانونيه الزجريه ضد الشركات
يرتكبن المخالفات. لان بعض الشركات يرتكبن الاختلالات، لكن جهاز المراقبه لا يدخل كحرى يحبس الاختلالات. من يمسن ولا من الاليات اللي تسد الدوله غصات باش السرت تعاود تسقدي صندوق المقاصه باش يسال تورين؟ هو الاصلاح لنظام المقاصه تا الشغل غير ديال الحكومه. كاين ريخ هذيك بلا الاصلاح المقاصه، الاصلاح هو واحد يجل الورش الوطني. كل مدنن خصاصا غادي يفكر نظام الاصلاح، خصها ديال الحكومه، المواطن، جمعيات المجتمع المدني، الصحافه، الاحزاب السياسيه، الكل معني الاصلاح النظام المقاصه. بالفعل نبدا المشروع الاصلاح ما ينيخ تالور، نبدا كفارينا، نبدا المواد النفطيه، وسائل نشتغل خف النظام ندعم السكر. لكن ما ينرى انق المستقبل نجعل النظام المقاصه إج الوسيله للرفع المؤشرات التنميه البشريه تاع مزيره النخ. نرى مثلا نخصص إج المبلغ للنظام لدعم المواد الاساسيه، والمبلغ المهم منين نرى انوش المبلغ المالي العائلات اللي محتاجين كحرى، لكن بشرط كحرى هذه صفر راهو نسن للمدرسه تنطوط الدوغ للسبيطار، وكحرى ان نساعد العائلات هذ تفغن سق الفقر. غنرى نسن من المواد الباهره يطمزن الدعم، يعني ديال السكر الا الكورن الا من المواد الباهره يطمزن ديال الجزء مقرن الدعم او صندوق المقاصه. الجزء مقرن الارقام ولا المواد النفطيه مثلا، كنت ريت مثلا 2010 مثلا المواد ليسانس المازوت الفيول البوطا الميزانيه كل سنه تيوض 23 مليار ديال الدرهم في 2010. بكري مثلا اسكواس 2005 تلا غير 9 مليار من الدرهم. بالنسبه لفارينه مثلا، فارينه دورين الدقيق العادي 3 مليار ديال الدرهم 2010. 2005 جوج المليار. بالنسبه للسكر 2010 3.1 مليار ديال الدرهم، 2005 جوج المليار ديال الدرهم. اذا المواد ما ينفعلو الترتيب بلا المواد النفطيه الغاز كان المهمين تكلفه الدعم من الدوله. ما استكران الطريقه مثلا يعني واش السعيس راني قدر راني ما سغني ليا الظلم باش هو اللي كان محتاج دول اللي كان ميسور استفد نغمس الدعم هذا الصندوق يعني تفكر الوزاره ولا الدوله باش تغني بلا كورونا تعزل اللي ممكن اللي احتاجني فعلا الدعم هذا الصندوق قروية ضدني اللي قاعدين ميسورين. واد ما ينرى لكن صعب، لان خساخ خانيسين ما يسمنس العنوان المواطن الفقير، لان تساوى الوساخ في الاستهداف. كل برنامج نبدوت إذا البرنامج مثلا للتغطيه الصحيه، نبدا البرنامج نتيسير في التعليم كحرى تلاميذ شاور يغادر المدرسه. من البرنامجات التغطيه الصحيه التيسير لن تحاول ان يجي ان نكون اجل الخارطه ديال المواطنين المحتاجين. لما نهف الخريطه نحاول ان انك المرحله الثانيه الاصلاح
ما يمثلني التنمية البشرية للمواطنين المغاربة. بالنسبة من بين الحلول تقدر رفع من القدرة الشرائية للمواطن، يعني يسيتوتراس غواد من بين الحلول دار الدولة غصات باش فعلا باش الكمية وزمز اللي ممكن هو بالفعل الهدف سكويات كله إذا رفع من القدرة الشرائية للمواطنين وما ينق من قبل الرفع من نسب التنمية البشرية في تمازيغ النخ، لما مثلا ومن بين السيناريوهات نفكر ديك سنسي تحديد النسبة الدعم بالنسبة للنتيج الداخلي العام مثلا في 2-3% وساد لن نوصل 5-6-7% نرى نحدد مثلا الغلاف الدعم ب 2-3% 4% قد بقان انوش نرى انوشيد المواطنين الاجور قد الواحد الغلاف مالي يومي للعائله يعني دسني توسكار غلاف يومي بنادي يعني شهري ولا محتاجين نعم اي ولين يستتسر يعني تسرس الوزاره من بين الامور اللي ممكن اسس تعالج استراتيجيه يعني للحكومه إذا هاد إشكاليات يعني لما يجمعان باش الصندوقات هذوك يتحياد مستقبلا يعني سي حتى غادي يقامين بين السيناريوهات شاولا تسوال تحياد الصندوق المقاس، الصندوق المقاس هذا اللي يقيم ما ينيخ بلا الكلفة نحدد الكلفة غيز واحد النسبة سك الناتج الداخلي الخام علاش لا ينيخ بلا شاولا نحياد صندوق المقاسة مثلا خمنومز مثلا البوطة الكبيرة وسا الثمن الحقيقي النص 120 درهم المواطن اللي يتاغ كل بوطه 40 درهم من كاس صندوق المقاصه وساد شاور سير خيسي لا المواطن اللي يقدر انه يتاغ البوطه 120 درهم اما خاصه تعيش الاصلاحات الدستوريه الجديده اسم ممكن يعني حتى يعني تبعتي حتى الاصلاحات الاقتصاديه اللي ممكن تعيش تمازير تنغ بالتالي حتى صندوق المقاصه غير دري تسمس الحراكات الاصلاحات اللي بالفعل صندوق المقاصه ولا دادي السن العديد من الاصلاح لان الاقتصاد لا يتطور غير ذلك حتى الاقتصاد تمازير تنغ يسن الاصلاحات الدستور الجديد اكد على بزاف المجالس الاقتصاديه مجلس المنافسه كحران تحترم قواعد المنافسه كحران نهضوا القدره الشرائيه للمواطنين سي حسن نتمنى مستقبلا يتطور الصندوق هذا نرفع مثلا القدره الشرائيه للمواطن صندوق المقاصه وريس ناحيه قرما يطفن دما يقال المعديم يغزانا ولينا ازريك راغود منكرا الصندوق هذا يخصت سولا كيكاند لي مورات تغوسي وين فدي سيفسوس تودرت فيدرن غتميزارا كوكنين الضروري ليات غيدران ديزاغارن تنزروفين سيس منونا ايتما ديستما ارس نيميرغ ان بكودين غا يحضر نغصاد الاستاذ قمتنا حسن بوسلمام مدير مديريه الاسعار والمنافسه غتموست الشؤون الاقتصاديه والعامه سي حسن تنميرتنك اما كني ايتمتنا ديستمتنا راه كنا غير هذا فقره تواصل غرد نجاوب فوسقسي ميغان الشباك الوحيد اسكس لا وحدي دمنا تيوري وين يسكر اذا سؤال الشباك الوحيد اظن كيتطغي بزاف الادارات الهدف ديالنا هو دي تساعد تربح الوقت تقربنا ود الخدمه الى المواطن المغربي يعني سيدي بداني لي سيري او ما يسمى بالمراكز الجهويه للاستثمار من بعد المجالس البلديه ديال مختلف المقاطعات ديال المغرب ديال ولايات الامن ايضا نسيا المثال مثلا لي سيري اذا الشباك الوحيد دي تساعد مدن نيران ديال انشاء المقاولات نسنا ديال الشركات دوين غير تيورقين يلزمن الشبكة زيد تسمي كان المصاريف اللي تاهم بردونا نتنيد تكلفنا جميع المسائل يضنين نتنيد تسجن لبدا ستون لدونتيفيون فيسكال يسمى مثلا التعريف الجبائي للمديرية الجوية للضرائب او ينزد ايضا وانا الباتونتا لنفس المديرية ساعدنا هي لي ماتريكولاسيون للسين اس اس يسمى ب تسجيل قلنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
واخيرا دست كان الاشهار هي وان الجريده رسميه يدا كل شيء دي تساعد الربح الوقت ريت تساعد ايضا يقولنا هي النطاق انه هو اللي استقطب بزاف المستثمرين من برا يتبدو زداد غير في التسهيلات الدار الاداريه ماشي من سيزوري كانت بزاف التعقيدات الاجراءات المساطر الاداريه دغيا هو كل شيء على كل شيء هم كارو ادو توما الدين غا تيل كام غلي مايل البرنامج تدمسا اروباس اس ان ار تي بوان ام ا راهو تيني الله يهنيك كنا ارتكلي تيضني غوسيس النون تدمسا نتما زيرتينو